Hi guys, today I am going to talk about auxiliary or modal verbs. The meaning of modal verbs, الأفعال الشكلية. طبعا المودال verbs إلها مسمى آخر بنسميها modal auxiliaries. Modal auxiliaries اللي هي الأفعال المساعدة. كلمات مساعدة نضيفها لبيان الحالة العامة للجملة. Why do we use modal verbs or modal auxiliaries؟ عشان نعمل طلب أو اقتراح أو نصيحة أو تأكيد أو استئذان. هلأ المودل verbs تختلف عن الأفعال العادية ثلاث شغلات. أول شيء لا نضيف لها S. For example, he would play football. الود هون بنعتبرها مودل verb أو مودل auxiliary. ما ضفنا لها S. Number two, الفعل بعدها يكون في المصدر. الفعل بيجي مصدر. شو يعني مصدر؟ يعني بيجي verb one ما منضيف له ولا إشي. زي play. He would play. ما ضفنا لها S. ما حولناها للماضي. أصلها play. ثالث شيء لا نحتاج فعل مساعد للسؤال. ما بنحتاج فعل مساعد للسؤال. كيف يعني؟ يعني لما بدي أحول جملة he would play football لسؤال ما بجيب فعل مساعد من برا. لا. بستعين بالود بجيبها بحطها أول إشي فبتصير would he play football. طيب رح ناخد من المودل verbs can. The meaning of can يستطيع. إذن كان يستطيع. كان يستطيع. لازم تعرف إنه why do we use can. ليش بنستخدم can؟ We use can to talk about ability in the present. عشان أحكي عن قدرة في الوقت الحاضر. يعني انت عندك قدرة هلأ بتقدر تعمل شغلة بتستخدم can. يعني مثلا انت بتقدر تسبح شو بتحكي؟ I can swim. طيب زميلك بيقدر يركض. He can run. طيب الفورم تاعها the meaning of form اللي هو شكل الجملة او الستركتشر تاع الجملة. كيف بيكون؟ ببلش بالسبجكت معنى subject فاعل plus can plus verb base plus complement. إذا subject فاعل بيجي وراها can يستطيع بعدين بيجي الverb base يعني الإشي اللي بتقدر تعمله بتحطه بعد can. بيجي base إنه ما منضيف له s وبيكون بالverb one plus complement التكملة. example I can run very fast these days. أنا بستطيع أو أنا أستطيع الركض هذه بسرعة هذه الأيام. إذا أنت قدرتك الركض فاستخدمت كان. وانتبه على run إنها إجت verb base. هلأ negative sentence. What's the meaning of negative sentence؟ اللي هي الجمل المنفية. الجمل المنفية إنه عدم قدرتك. يعني مثلا أنا أستطيع. كيف بقدر أحكي أنا لا أستطيع؟ إنك أنت ما تملك هذه القدرة. We just add not with can. يعني أنا بس بضيف not للكان. شو بتصير؟ can not. لا أستطيع. بالcontraction تاعها الاختصار can't. can't. لا أستطيع. Example I can run very fast. يعني أنا أستطيع الركض بسرعة. كيف بعملها negative؟ I can't run very fast. يعني أنا لا أستطيع الركض بسرعة. رح نحكي على number two من المودل verbs. should. What's the meaning of should? should ينبغي. لازم تنتبه إنه هون ال L silent. should. should ينبغي. We use should to give advices. يعني نستخدم should عشان نعطي نصائح. إذا should لإعطاء النصائح. يعني for example شفت صاحبك مريض فأنت بدك تعطيه نصيحة إنه يروح على الدكتور. شو بتحكي له؟ you should go to the doctor. you should go to the doctor. الفورم تاعها أو الستركتشر تاع الجملة بسبجكت فاعل plus should plus verb base plus complement. إذا بتبلش بالفاعل بعدين should ينبغي بعدين الverb base. وانتبه انه الverb base دايما بيجي بعد المودل verbs plus complement. example you should do what the doctor said. يعني انت ينبغي عليك ان تفعل اللي حكالك عليه الدكتور.
طيب النيجاتيف سنتنس من should. كيف بقدر أنفي جملة فيها should؟ لا ينبغي. We just add not with should. يعني بس بضيف not للshould فبتصير shouldn't أو should not، والcontraction الاختصار تاعها shouldn't. Example: You shouldn't play a lot. يعني أنت لا ينبغي عليك أن تلعب كثيرا. ناخد exercise. طبعا إحنا بعد رح نبعت لكم ورقة عمل بهذا السؤال إنكم تحلوا تنقلوا على الدفتر. Number one: She looks pretty sick. يعني هي تبدو مريضة، يعني كتير مريضة. I think she، يعني أنت شايف صاحبتك مريضة أو بدك تعطيها نصيحة، شو بتحكي؟ Can ولا should؟ أكيد should. I think she should go to a doctor. يعني أنت تعتقد أنها ينبغي أن تذهب إلى دكتور. Number two. You can you space smoke so much. It's bad for your health. يعني أنت عم بتدخن كتير وهو سيء لصحتك. كيف بدك تعطي نصيحة هون؟ ما بتقدر تحكي له you can't. لا، بدك تعطي نصيحة فبتحكي له you shouldn't smoke so much. يعني أنت لا ينبغي عليك أن تدخن كثيرا. Number three. You have such a beautiful voice. يعني أنت لديك صوت جميل. طبعا هون من الجملة مبين إن أنا عم بحكي عن ability، قدرة. ما إنها قدرة، إذا you can sing for us. أنت تستطيع أن تغني لنا. Number four. I know he speaks 5 languages. يعني هو عم بيحكي 5 لغات. But says he speaks Arabic. طيب إذا ما إنك بتحكي 5 لغات أو هو بيحكي 5 لغات، إذا هاي قدرة عنده. فبدي أسأل هل هو بيستطيع إنه يحكي العربي؟ فبستخدم can. But can he speak Arabic? Number 5. I space believe that you failed your test. هون برضو نفس الشيء. هون مش نصيحة. بحكي له أنا فراغ لا أستطيع. أنا فراغ أعتقد أو أصدق أنك رسبت في امتحانك. فشو بحكي؟ I can't. أنا لا أستطيع. Number 6. I am on my way. يعني أنا في طريقي. I space be there in about 10 minutes. إنه رح أكون هناك خلال 10 دقائق. برضو هون عن قدرة. خلاص أنا في طريقي، إذن أنا أستطيع. إذن I can. Number 7. I space afford that. Afford معناها لا أستطيع تحمل. طيب هون برضو قدرة، إذن شو بدي أستخدم؟ can't. I can't afford that.